السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المغاربة أخواتي المغربيات. هذا الصباح هذا صباح السبت 21 ماي 2022. كنت واجد الآن في حي السلام قريب من حي الفرح، وغادي نمشي إن شاء الله في اتجاه تيكيوين ونشوفوا فين وصلوا الاشغال في مجموعه من المناطق. كما كتلاحظوا معايا هنا، هنا كاين الاشغال في مدينه السلام، في حي السلام، في هذاك المشروع ديال اعاده استعمال المياه العادمه. ها هو قدامي، هانتم دابا كتشوفوا راهي الاله ديال الهيدروميك، هما كيحفروا دابا وكيدوزوا القوات هما هادو. إذن حي السلام غادي ياخذ النصيب ديالو من المشاريع الملكيه ديال هذا المشروع المهم، لان غادي يساهم في نظافه البيئه ويساهم في ترشيد استعمال المياه، وما غيبقاوش يكون عندنا السقي ديال المساحات الخضراء المياه الصالحة للشرب، غيولي السقي بالمياه العادمة لأن غادي تتم المعالجة ديالها. هذا المشروع هذا اللي الوصية عليه واللي مكلف به هي شركة الرامسة، شركة الرامسة اللي هو الاختصار ديال ريجي اوتونوم ملتي سيرفيس دكادير، واللي هي مكلفة بهذا المشروع المهم. أنا الآن أتواجد باقي بحي السلام، وهذا الشارع هذا راه شارع رئيسي اللي كيعرف واحد الحركة اقتصادية مهمة، وكيتوافدوا عليه واحد عدد كبير من السكان مدينة أكادير من خارج حي السلام، لأنه كيتوفر على مطاعم ديال الفاست فود والوجبات السريعة، وكيتوفر على مقاهي، وكذلك كاين هنا واحد المقهى معروف بالسمك وبلا ما نديروا ليه الاشهار اللي كاين عليه الديه اليسر، لانني الا درت على اليسر غادي نمشي لحي العوده. دابا انا غادي نمشي نيشان باش نتفادى داك اش كيقول ليه الزحام ديال البي اش ان اس، لان البي اش ان اس كيدوز من حي العوده. هنا كاينه واحد المدرسه ابتدائيه على يديه لمن فهاد الدخله هادي، وهاد الاقامه هادي اقامه ياسمين جو بونس خاصة بالقوات المساعدة ولا البوليس، والله ما عقلت. هذا مشروع سكني مهم، وتحية عالية لأفراد الأمن الوطني وأفراد اليوم الشرطة وأفراد الدرك الملكي وأفراد القوات المساعدة، وما نساوش بطبيعة الحال أفراد القوات المسلحة الملكية اللي كيحميو حوزة هذا الوطن من جميع الهجومات من اعداء الوحده الترابيه. دابا هنا كنتواجدوا دائما بحي السلام، لا خرجنا دابا من حي السلام، دابا دخلنا لحي الهدى، وكاين هنا شي اشغال مازال ما عرفتش ديالاش. دابا هذا حي الهدى، هذا الحي دابا اللي غادي يستافد من مجموعه من المشاريع وسميتو. وهنا كاينين لي زابارتمون على يديا اليمين، واصلا الديور راه كاينين على يديا لسه. هنا كاينه واحد المدرسه خاصه غادي ندوزو حداها، مدرسه خاصه اللي معروفه مدرسه الواحه، مدرسه الواحه. تحيه لجميع الاساتذه والاستاذات العاملين في القطاعين العام والخاص، وتحية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكنتمنى إن شاء الله أنهم يحققوا المطالب ديالهم بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وذلك لأن مطالبهم مشروعة. ولا يعقل أن أستاذ ديال التعليم الابتدائي ولا ديال التعليم الإعدادي ولا ديال التعليم الثانوي يكون خدام بأن كونترا كونتراكتويل، في حين اننا حنا اللي دخلنا الاجيال السابقه اللي دخلنا في
نهاية أنا شخصيا دخلت في 98 التعليم، دخلنا مرسمين، وإذن هذا الشيء هذا يعني بأن كان واحد الحيف ما بين جوج ديال الفئات من الأساتذة. إذن أنا كان أعلن من هذا المنبر التضامن ديالي المطلق والله مشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكنتمنى أن النقابات التعليمية تلتزم بالدفاع عن حقهم على المشروع. إذن بعد ما تفاديت واحد الجزء من BHNS، غادي ندوز لكم هذا الجزء هذا اللي خدامين فيه الشركة ديال الجي تي اير باش تشوفوا معايا. إذن هنا غادي ندوز فيه BHNS، شوفوا معايا غادي نحاول نركز عليه. هنا BHNS هذا طريق مختصر، وهذا دايره الشركة ديال BHNS هي الجي تي اير. وراه كما كتعرفوا راه الجي تي اير، بلا ما نبقى نشكرها لكم، الجي تي اير راه شركة اللي احترافية، شركة اللي عندها باع طويل في الميدان ديال البنية التحتية، في الميدان ديال هنا كاينه واحد المحطة ما هي كتشوفوها. إذن هنا غيدوز فيه داك البي اش ان اس هنا الوسط طبيعة الحال. شوفوا معايا هنا طريق راه ضيقة، ولكن خصنا نصبروا لأن في الأخير راه غادي تكون النتيجة إن شاء الله مزيانة إلى بغى الله سبحانه وتعالى، وتضافر الجهود ديال الشركات وديال المسؤولين وديال السكان ديال مدينة أكادير إن شاء الله إلا بغى الله النتيجة غادي تكون مزيانة في الأخر. إذن إلا سلام من هاد لاترونش هادي 100% راه غادي يمشيو نيشان، أنا نيت راه غادي غيمشيو من هاد الإتجاه هذا. حضيو عافاك الناس اللي كيشدو هاد الطريق هادي، حضيو من هاد لي رومبوا مبقاوش تزربو، راه قال ليك اللي زربو ماتو. والمثل أش كيقول؟ في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. اللهم نوصل مع الطل، واش فهمتوني؟ نوصل مع الطل، ولا الله يستر توقع عليا شي حادثة سير مؤلمة في الطريق، ونصدق كما كنقولو جايبها في راسي، هاللي مهرس هاللي تضرب في الراس ديالو الله يستر اخويا نمشي بشوية عليها فين زربان. إذا دابا هذا هو الكارتي اندستريال تسيلة، وهذا إذا تا هنا راه غادي يدوز فيه بي اش ان اس 100%، واخا ما كاينش دابا واخا ما خدامينش فيه الجي تي اير، ولكن راه 100% غادي يدوز من هنا بدون نقاش، لأن هاد الشارع هذا راه كبير. إذا كاين البي اش ان اس من يدوز. إذا هنا كاينين مجموعة من المشاريع، وتبارك الله فهاد الشارع هذا راه اللي انفيستا فيه راه لانفيستيسمون ديالو غادي يكون رونطابل. فهاد الشارع هذا كاين قاعة ديال الرياضة، كاين شركة ديال لي برودوي فارماسيوتيك ديال واحد الشخصية اللي معروفة في مدينة أكادير، واخا ولد مدينة رودانت، هو نائب برلماني على مدينة أكادير، وهو الأخ ديال وزير العدل الحالي. إذا هاد الشارع هذا راه غادي يدوز فيه البي اش ان اس. نخليو هذا الرموك هذا يدوز على الخطرة ديال هذا الرموك هذا ديال واتسوس، غادي يدخل دابا اللوزين ديالهم، في غالب الأحيان غادي يدخل اللوزين ديال مدان هذا اللوزين ديال واتسوس. إذا باقيين حنا دابا في تسيلة، شارع رئيسي هذا في تسيلة، الدخل ديال تسيلة تا هو راه كيتقاد كيقاد غير هو هاد الشارع هذا ما فيهش الحركة بزاف فهمتي ديال الطنوبيلات وداكشي، ماشي بحال السلام والهدى. وهنا غادي يزيان الا دار فيه داك البي اش ان اس، غادي يزيان ان شاء الله القضية، خصوصا ان اللي شادو هو الجي تي اير ماشي ديك الشركة اللي شادة البريمير لو اللي هي الانجيو راه تكرفصات على صراحة. باش نكونوا صراحة احنا راه كنقولوا الحقيقة، انا انسان اللي كيقول الحقيقة ما كنكذبش فهمتي،
وحتى شي واحد ما غادي يسميتو ما غادي يسحب مني الحق انني نعبر على الراي ديالي. انا دابا دخلت لسميتو غادي ندخل لتيكي وين وغادي ندوز لكم على واحد الرومبا اللي هو كبير وغندور عليه الدير اللي صرب. هنا تاني غادي ندوز فيه البي اش ان اس باقي هنا لفان ديالو هو تيكي وين ولفان ديال البي اش ان اس. اه الله اذا بنادم اللي كيوصل هنا خصو يرد البال. حنا غادي نردو البال شويه علينا مازال باني فين الى كاع تعطلنا في الخدمه. ما ودي تعطل يقول لي راه كاينه السيركيلاسيون ولكن ما قلنا جيبها في راسك قلنا تجيب الربحه كاع. راه كاين بنادم كاع كيجيب الربحه كيزرب هذوك البراج دابا اللي كيزوقون الماطرو وفيهم قزقيز هاو شتي هاو شتي. راه حنا غادي نوقفوا حداها واحد شويه. حنا دابا نوقفوا حداها كاع. شوف 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 هاو شوف نوقفوا حداها نصورها. الله جيت تاير كنديروا لكم الاشهار فابور الاحمر مع الصفر. الليموني هذا الليموني هذا ولا الصفر. نعتذر لكم عن ازعاج ناتج على الاشغال. ماشي مشكله ود الجزائر ما اعتذروا لينا بلا كاع ما تعتذروا لينا. انتوما كما كنقولوا بالشلحه ارغازنا تقام. انتوما رجال علاش خدامين بنيتكم ما فيكم لا الغش لا حتى شي حاجه. سير الله يكمل عليكم والله يسهل عليكم والدعوات ديالنا معكم. الجزائر هذه يلا كنا عربي كنا عربي نكملوا الجي تي ار نكملوا في الباساج ديالنا. احنا دابا دخلنا لتيكي وين شوفوا الناس كيخدمين دايرين داكشي لي نور قادينون. انا هنا كما قلنا في واحد الفيديو السابق راه الناس ديال تيكي وين حتى هما اللي ساكنين هنا حتى هما راه لا فالور فونسيير ديال الديور ديالهم راه غادي تزاد. ديال اللي بغى يبيع دابا بلا يتسنى ما يبيعش يدوز هنا داك البي اش ان اس وديك الساعه اللي بغى يبيع يبيع. شوفوا المطر هذا دابا جاي ما داير لا كاسك ما بجوج هما دايرينش الكاسك وكيضبر في الخط المتصل وزربان. تقول دابا هذا غادي عنده اللقاء مع جو بايدن في البيت الابيض. ولدي ما تزرب ما والو راه فين ما غتمشي الا فين ما مشاك الله بشويه عليك. واش انت داير لقاء مع سميتو فلاديمير بوتين الخاطر. يعني شفتوا معايا في هذه الجولة هذه الصباحية طريق ديال مدينة أكادير وكنطالبوا هنا من المسؤولين اللي هما شركة التنمية المحلية وعلى رأسها السيد الوالي أحمد حجي أنه يدير زيارة تفقدية خصوصا لهذه المشاريع اللي عندهم علاقة بالبنية التحتية. باش نعاودوا قبل ما نسالي الفيديو المشاريع المهمة في أكادير غادي نقولهم لكم دابا باش نحبس الفيديو. المشاريع المهمة أنا دابا راه وصلت لسميتو لفان ديال تيكي وين ماشي لفان ديال تيكي وين وصلت دابا لذاك الرون بوان واش فهمتوني. وصلت دابا لذاك الرون بوان وغادي نحبس هنا. هنا فاش غنحبس باش نهضر معاكم واحد شوية. إذا باش نهضرو مع المتتبعين الأوفياء. إذا هنا كما كتلاحظو معايا هنا راه كاين دوك سميتو دوك الآلات اللي بغا يكريهم. المهم باش نهضروا مع الناس ديال المتتبعين ديال القناه راه اللي مهم دابا فسميتو فكادير كاين اللي كيمشي كيصور دوك كيقولوا لي المشاريع السياحيه داكشي ما خدامش. غنقول لكم اللي مهم فكادير هو الانفراستركتور روتير والبنيه التحتيه الطرقيه. اللي مهم اولا طريق المداري اللي شاده الشركه ديال المجازين طريق المداري اللي شاده الشركه ديال المجازين. ثانيا هاد الطريق مراكش هادي يديروا فيها الانفاق كاملهم فين ما كاين شي رومبون خصو يديروا فيه الانفاق. ثالثا البي اش ان اس خصو يتقاد على حقه وطريقه وديك مليار و100 مليون درهم ولا ما عرفتش شحال اللي خص صاحب الجلاله خصها تبان. اذا هادشي اللي كاين. شكرا لكم شكرا على وفائكم شكرا على تبعكم شكرا على تعليقاتكم القيمه. راه القناه راه واخا ما بغاتش تطلع واخا يلاه باقيين في شي 1300 ابوني واخا مازال ما حققناش الشروط ديال هذاك الادسنس راه ماشي مشكل. حنا الهدف ديالنا الاول ماشي ربح مادي. الا جاو الفلوس مرحبا بهم
ما كاين حتى شي واحد باش نكونوا صراحه ما كاين حتى شي واحد ما كيكره الفلوس، ولكن الهدف ديالنا الاول هو اننا نوقفوا على المشاريع وكمواطنين اللي كيحترموا القانون اللي عندهم واحد الغيره على مدينه اكادير. شكرا لكم.